مرحبا بكم. قال الناطق الرسمي باسم النائب العام في ليبيا طه البعرة، قال إن سيف الإسلام القذافي لم يحاكم اليوم في قضيته الرئيسية، مشيرا إلى أن المحاكمة كانت كونه طرفا في قضية المحامية الأسترالية ميليندا تيلر ومساعدها، والتي سبق وأن قبض عليهما في محاولة تهريب مستندات وصفها بأنها خطيرة إلى سيف القذافي في سجنه. سيف الإسلام القذافي لن يحاكم اليوم في قضيته الرئيسية، هكذا صرح طه بعرة الناطق الرسمي باسم النائب العام الليبي في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا الحرة، معلنا أن القضية أجلت إلى اليوم الثاني من شهر مايو المقبل للإعلان عن باقي الأطراف في القضية. ولكن شأن سيف الإسلام ومحاكمته يبدو أنه يأخذ منحا آخر يتعلق بقدرة القضاء الليبي على إجراء المحاكمة، فمندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية أحمد الجهاني أكد أمس الأربعاء أن الموعد النهائي لتقديم المستندات الدالة على اختصاص القضاء الليبي وقدرته على محاكمة سيف الإسلام القذافي داخل ليبيا هو يوم 23 من شهر يناير الجاري. الجهاني أكد أيضا أنه لا يحق للمحكمة الجنائية أو القضاء الليبي إصدار أي حكم حتى تاريخ 23 من يناير، حتى يتم تجميع المستندات وإرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية. محكمة الجنايات الدولية بلاهاي كانت قد تقدمت بطلب تسليم الملف الكامل للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الليبية مع سيف الإسلام القذافي لحسم قضية محاكمته من خلال القضاء الدولي. إذن هل أتت الرياح بما تشتهي السفن؟ فتأجيل المحاكمة اليوم ينفي الحرج عن القضاء الليبي أمام محكمة الجنايات الدولية ويضعها في محك آخر، وهو موعد تسليم المستندات لإثبات قدرة القضاء على المحاكمة. فهل سينجح القضاء الليبي بالخروج بحق المحاكمة أم لا؟ محمد يسري، قناة ليبيا الحرة. ولمناقشة هذا الموضوع معي عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد الجهاني، مسؤول القضية الليبية في المحكمة الجنائية الدولية. دكتور أحمد، مرحبا بك. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. دكتور احمد، اليوم بدات محاكمه سيف القذافي في القضيه المتعلقه بالمحاميه تيلر فقط في الزنتان، هل بدا جلسات المحاكمه يعني اعطاء اشاره للمحكمه الجنائيه الدوليه ان القضاء الليبي قادر على انجاز هذا الملف؟ طبعا هذه المحكمه اللي اليوم واجلت الى 2 من شهر 5 القادم هي تخص قضية جانبية ولا تخص القضية الرئيسية للمتهم سيف القذافي، وهو محل نزاع بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية. هذه القضية أقول جانبية بمعنى أن هو شريك مع المحامية والقضاء الليبي، لما تبين له أن هذه المحامية ومن كان معها لم يتم اختارهم بموعد المحاكمة ولم يتم استلامهم لتأجيل مدة كافية وهي طويلة لاختارهم بهذا التاريخ. نعم. أما ما جاء في التقرير اللي استمعت إليه الآن من خلال مقدمه، فهذا التقرير في جانب صحيح وفي جانب يستحق أن يتم تصحيحه، وهو أن المحكمة لم تطلب سجلات أو محاضر التحقيق الذي قام بها القضاء الليبي، لأن ما قام به القضاء الليبي في من تحقيقات تخص جرائم لا تختص بها المحكمة، والمحكمة تختص بواحد من الجرائم وهي الجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت بعد 15 فبراير 2011. كل هذه التحقيقات السابقة لهذا التاريخ والجرائم الأخرى الحقيقة لا تختص بها المحكمة من ناحية ولم تطلبها من الناحية الأخرى. فهو إذن النهاية بين القضاء الليبي وبين المحكمة الجنائية، ولكن في موضوع سيف الإسلام القذافي، ولكن في موضوع ما ارتكبه من جرائم بعد 15 فبراير. ولكن هناك تخوفات دكتور أحمد، تخوفات شعبية في كل الأوساط أن تنازع المحكمة الجنائية السلطات الانتقالية هنا في ليبيا و تطلب محاكمة سيف القذافي، هل يمكن ذلك؟ طبعا النزاع هو قائم، وإحنا ما نقوم به هو كسب هذه القضية لصالح القضاء الليبي لكي تتم محاكمة هذا المتهم وغيره أمام القضاء الليبي. النزاع موجود
وأساس النزاع قرار مجلس الأمن 1970 الذي أعطى هذا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، والذي نحن لم نعالج هذا الموضوع، فالدبلوماسية الليبية لم تتحرك وتلغي هذا القرار. نعم. حتى نحن نتحرر منه وتتحرر منه المحكمة. طيب. أيضا طيب ابقى معي دكتور أحمد، معي الآن عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم النائب العام السيد طه البعرة. سيد طه مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بضيفك الكريم ودكتورنا الفاضل الأستاذ أحمد. نعم. الجاني سيد طه، وصفت إجراءات المحاكمة اليوم بأنها إجراءات أمنية محكمة، بحيث أنه كان مبالغا فيها، وكان هناك تعتيم إعلامي شديد جدا على جلسة اليوم، لماذا؟ لا يوجد أي تعتيم إعلامي. نحن وسائل الإعلام لم تنقل سوى صور فوتوغرافية أخذ معظمها عن موقف عن موقع التعارف الاجتماعي الفيسبوك، لم تكن هناك صور فيديو، لم يشاهد الليبيون سيف الإسلام وهو يتحدث، لم يشاهد القاضي وهو يتحدث إليه، هذه كلها لم يرها الليبيون اليوم. عفوا، هل تمنحني حق الرد؟ نعم نعم، تفضل تفضل سيد طه تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، من ناحية نحن مكننا قناة ليبيا الوطنية من أن تعلن هذه الجلسة وأن تحضر هذه الجلسة مراسليها وأن ينقلوا هذه الجلسة بشكل مباشر سواء بالصور الثابتة أو المرئية، ولكن فوجئت بعد انتهاء الجلسة بأن المدير التنفيذي للقناة أفصح بأنه ليست لديه إمكانيات في هذا اليوم لتغطيتها بشكل مرئي، لذلك نحن لا نسأل على هذا الأمر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن لم نولي ذلك العناية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية باعتبار بأنها ليست القضية الأصلية المتهم فيها سيف الإسلام القذافي، خشية من أن يفهم الأمر بشكل خاطئ ويقال بأن النيابة العامة قدمت سيف الإسلام القذافي عن تهم بسيطة ارتكبت بعد أحداث ثورة 17 من فبراير والتفتت عن الأخرى. لذلك نحن ارتأينا أن يتم الأمر بهذا الشكل. نعم. طيب، هل المحكمة الجنائية الدولية طلبت مذكرات، طلبت مستندات تتعلق بالمحاكمة سيد طه من النائب العام؟ نعم بكل تأكيد. الدكتور الفاضل ضيفك الكريم الأستاذ أحمد الجهاني قدم إلينا مذكرة من ورقتان مليئة بالتساؤلات عن قضية سيف الإسلام القذافي، وقد أجبنا على هذه المذكرة خلال 48 ساعة بمذكرة تفصيلية عن الأدلة والقرائن الموجودة في قضية سيف الإسلام، وقد عززنا ردنا بمجموعة من الأدلة المستندة والفنية، وبإمكان ضيفك الكريم أن يعلق على ذلك. طيب سيد طه، سؤال أخير أعود بعده للدكتور أحمد لو سمحت. هناك وسائل إعلام قالت إن وجهت لسيف القذافي اليوم تهم إهانة العلم وسب الدولة الليبية، هل هذا صحيح؟ نعم سيد الكريم، هذه الواقعة تعلقت بضبطه وهو متلبس رفقة فريق من المحكمة الجنائية الدولية بتبادل معلومات من شأنها المساس بأمن الدولة. عندما ضبط وهو متلبس كان أمامه علم الدولة الليبية، أمسك بهذا العلم وقذف به بعيدا، مما يفهم منه بأنه أهان عدم الدولة وشعارها الرسمي، لذلك نحن وجهنا إليه هذه التهمة. نعم، شكرا جزيلا لك الناطق الرسمي باسم النائب العام السيد طه البعرة، وأعود إلى الدكتور أحمد الجهني مسؤول القضية الليبية في المحكمة الجنائية الدولية. دكتور أحمد ما تعليقك؟ نعم دكتور أحمد، ما تعليقك على ما صرح به السيد طه البعرة الناطق الرسمي باسم النائب العام منذ قليل؟ لا، أنا ما عنديش خلاف مع ما قاله الأستاذ طه، الحقيقة هو هذا صحيح اللي قاله، وأكد هو أن هذه القضية قضية جانبية لا تتعلق بالنزاع بين المحكمة الجنائية الدولية وليبيا على الإطلاق، هذه جرائم لا تدخل في اختصاصها. نعم. بل بالعكس، أن هناك من يتبع هذه المحكمة متهم في هذه الجرائم التي اليوم نظرت وأجلت لحين طيب مايو. طيب متى يشاهد الليبيون يا دكتور أحمد سيف القذافي أو محاكمة سيف القذافي في القضايا، قضايا جرائم الحرب وإعطاء أوامر وتعليمات للكتائب إبان الثورة؟ أنا أعتقد عندما يستكمل التحقيق وتحال القضية إحالة صحيحة
إلى المحكمة المختصة عن طريق الإحالة الصحيحة، وهي غرفة الاتهام التي أكدت عليها المحكمة العليا في حكمها الصادر في 23 ديسمبر الماضي في قضية الطعن الدستوري الشهيرة. نعم. لذلك مزيد من الوقت نحتاجه أيضا استكمال التحقيقات مع المتهم عبد الله السنوسي والعلاقة ما بينهما. ثم أن أؤكد على شيء آخر، وهو أن ضرورة إجراء محاكمة شاملة لكل المتهمين، ومحاكمة يجتمع فيها كل من اتهم وكل من شارك في هذه الجرائم، حتى يتحول كل متهم شاهد على المتهم الآخر، وهنا تظهر الكثير من الحقائق التي لن تظهر إذا تمت المحاكمة بشكل فردي لكل متهم على حدة، وخاصة من ضمن هذه قضايا المفقودين والمقابر الجماعية. الحقيقة هذا أمر هام أن السلطات الليبية تفكر في إجراء محاكمة شاملة أي كان المكان الذي تتم فيه. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد جهاني، مسؤول القضية الليبية في المحكمة الجنائية الدولية، كنت معنا في سياق هذه النشرة.